وسن الامتاع. وهنالك 6 كيلومترات بانتظار الاسماء المشاركة والمندفعة. ايضا انطلقت على بركة الله الجولة الثانية، وهنا الشوط الخامس هنا للابكار المحليات الجذاع الاصايل وال6 كيلومترات. وتابع الاسماء، تابع المقدمة رزان على الصدارة، علي بن سعيد بنت ريس الظاهري يقدم لنا رزان على صدارة هذا الشوط والمركز الثاني. وتابع امواج على المركز الثاني، علي بن سالم بن شميل الراشدي يقدم لنا امواج على ثاني المراكز. اما ثالث التحديات فهنالك مزنه على المركز الثالث، عوض بن عبيد بن علي الراشدي ينطلق في هذه اللحظات مقدما لنا مزنه على المركز الثالث، رابع المراكز في هذه الاثناء. وتابع غزوه فيها، وهنا وصلت الاسماء. نعم، وانطلقت الشاهينيه، محمد بن سعيد المري الاكتبي يقدم لنا الشاهينيه في هذه اللحظات على المركز الرابع. خامسا وتابع شواهين محمد الدحبه بن جنازل العامري على المل خالنا شواهين في شوط المحليات. ايضا وتابع وصلت غزوه في هذه اللحظات، اشعار رياض بن عبد الله بن سالم بن خلبان القحطاني ينطلق في هذه الاثناء مع غزوه ايضا من الجانب الاخر. وتابع على مستوى سابع المراكز في هذه اللحظات لحت، ونتابع نعم انطلاقه الواريه محمد بن مسلم بن نزول العامري على المركز السابع، ثامن المراكز. وتابع انطلاقه الذهيبه احمد بن محمد راعي العوية العامري ينطلق مع الذهيبه في هذه اللحظات على المركز الثامن وتاسع المراكز. وتابع انطلاقه عبير اخويته بن سعد بن سعيد العامري، وايضا وتابع في هذه اللحظات ختاما لهذا النداء وعاشرا في هذه الاثناء. وتابع غزوة أشعار محمد بن راشد بن غانم المنصوري على المركز العاشر. إذن هذا هو النداء الأول أيها المتابعون أيها المستمعون الكرام، ليعود من جديد إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذه اللحظات. ونوافيكم بالأسماء المتواجدة على مقدمة الشوط. رزان ما زالت متصدرة متمسكة بزمام الأمور، ولكن هنالك من الجانب الاخر تست في هذه اللحظات، عوض بن عبيد بن علي الراشدي تسلل وقدم لنا مزنه بهذا المستوى الكبير وهذا الاداء الكبير ايضا هنا على صداره الشوط. مزنه 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 عوض بن عبيد الراشدي المركز الثاني. رزان على المركز الثاني، علي بن سعيد بن تريس الظاهري يقدم لنا رزان على مستوى ثاني المراكز ايضا مقدمة لهذا الاداء الكبير. وثالثا وتابع قتي امواج 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 امواج، علي بن سالم بن شميل الراشدي على المركز الثالث منطلقة بهذا المستوى. رابعا غزوة، يا سلام على غزوة، رياض بن عبد الله بن سالم بن خلبان القحطاني ركز يا عايد مع غزوة على المركز الرابع والمركز الخامس في هذه اللحظات. وتابع الشاهينية محمد بن سعيد المري الاكتبي يقدم لنا الشاهينية على مستوى خامس المراكز في هذه اللحظات. ايضا وتابع السادسة وصلت في هذه الاثناء، وانطلقت شواهين محمد الدحبة من جنازل العامري يقدم لنا شواهين في هذه اللحظات على المركز السادس والسابعة. وتابع انطلاقة في هذه اللحظات الذهيبة احمد بن محمد راعي العوية العامري يقدم لنا الذهيبة على المركز السابع. وثامنا وتابع في هذه اللحظات انطلاقة الوارية على المركز الثامن في هذه اللحظات، محمد بن مسلم بن قنزول العامري. وتاسعا انطلاقة عبير خويتم بن سعد بن سعيد العامري، وعاشرا
الآن ختام لهذا اللقاء الثاني. هنا وصلت احتلال مبارك بن سهيل اليابوني الظاهري يعود إلى مقدمة الشوط. أتابع الأسماء المندفعة المنطلقة، كان الصدارة التواجدين على المراكز الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلاقة كبيرة في هذه اللحظات من مزنة 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 مزنة، سلام على مزنة مع مقدمة الشوط. عوض بن عبيد بن علي الراشدي يقدم لنا مزنة على صدارة الأسماء وعلى المركز الأول في هذا الأداء المميز على صدارة الشوط. المركز الثاني تحركت رزان، رزان على المركز الثاني هنا بشعار الظاهري، وغزوة ثالثا غزوة بشعار من خلفان القحطاني. ولكن هنا في هذه اللحظات نقبل اللافتة الكبيرة، لافتة الخطيرة، نعم هي لافتة الأخير والكيلو الخطير والكيلو الكبير. يا سلام على مزنة، مزنة على مقدمة الشوط. الصدارة عوض بن عبيد بن علي الراشدي على مقدمتي. هذه الأسماء منطلقة بهذا الأداء الكبير، تباعد بينها وبين بقية الأسماء. والمركز الثاني، المركز الثاني رزان تحاول هنا الاختطاف الصدارة، علي بن سعيد بن تريس الظاهري. وثالثا هنالك انطلاقة الشاهينية محمد بن سعيد المري الاكتبي، وغزوة رابعا بشعار من خلفان. ولكن مزنة 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 مزنة، يا سلام على مزنة على مقدمة الشوط، مزنة على الصدارة، ورزان على المركز الثاني. ولكن مزنة بدون يوامر الحصى في الأبطال. يا سلام، ورزان واصلة، رزان على المركز الثاني، ولكن مزنة ما زالت على مقسلوم. يا سلام، انطلقت مزنة، انطلقت مزنة من هنا من عاصمة الميادين، الناموس مع مزنة. عوض بن عبيد بن علي الراشدي قدم لنا مزنة، قدم لنا مزنة بهذا المستوى الكبير، أداء الجميل. يا سلام على مزنة، يا سلامي عليك الراشدي. هذا الفوز، هذا الناموس، تهانينا. والناموس والمركز الثاني وصلت رزان، علي بن سعيد بن تريس الظاهري. وثالثا وصلت الشاهينية محمد بن سعيد المري الكتبي. ورابعا وصلت غزوة، رابع رياض بن عدرة بن سالم بن قحطاني. وخامسا وصلت احتلال مبارك بن سهيل اليابوني الظاهري. تهانينا. والناموس لجميع الفائزين أيضا، تهانينا. والناموس لمالك مزنة من انتصرت في هذا الشوط، عوض بن عبيد بن علي الراشدي من قدم لنا مزنة بهذا المستوى الكبير والأداء المميز منذ بداية الشوط وحتى النهاية. 9:30 وفاء وتماما. تهانينا. والناموس لمالك مزنة عوض بن عبيد بن علي الراشدي. والمركز الثاني حلت به رزان، أيضا قدمت أداء مستوى كبير كذلك هي الأخرى. على المركز الثاني علي بن سعيد بن تريس الظاهري. وهنالك لحظات، ونوافيكم بالتوقيت الزمني في هذه اللحظات على المركز الثاني. هنالك 9:33 وجزئين اثنين من الثانية. وثالثا حلت هنالك الشاهينية محمد بن سعيد المري الاكتبي، قدم لنا الشاهينية على المركز الثالث. هنالك لحظات التوقيت الزمني في هذه الأثناء عبر قنواتي.